أنا أتذكر عدنان قلت أحذر السوداني من بعض الكتل الفاسدة المنطوية تحت طبعاً، والفساد فساد عمل ما له دخل بالشخوص داخل الإطار، وأرسلت له إشعارات بأن أحذر من هاي الكتلة وهاي الكتلة وهذا الزعيم وهذا الزعيم. القضية الأخرى مو كل الإطار، الكل يعرف اليوم مجموعة من الإطار انطت وفوضت السوداني بالاختيار، او ترسل له 3 أسماء 4 أسماء 5 أسماء وهو احق حر ان يختارهن او يرفضهن ويدزوا له غير اسماء، على الرغم من هو كان المفروض من عنده ان يعطيهم شروط. اول شيء ان يكون متسلسل ضمن التدرج الوظيفي في الوزاره، لديه خدمه 15 الى 10 سنوات، لديه عمل حقيقي داخل مؤسسه الدوله، لديه بعض الآراء التي طرحت من هنا وهناك زين. لديه داخل مواقع، لديه أطروحات، لديه أمور أخرى لخلاص هذه الوزارة من بعض العقبات، ولا مو أجيبك الشماك وقاعد لبرة بالخارج عايش على المعونات أصبح وزير. لو واحد سارح بالصخول وصبح الصبح وزير، لو واحد مجدي ما عنده دينار يصبح الصبح وزير، على أي أساس؟ لو وكيل وزير لا يفتهم بالوزارة، لا يعرف بالوزارة، لا عنده عمل سياسي، لا عنده عمل تنفيذي، لا عنده عمل تشريعي، لا عنده خوض في أروقة الدولة، تجي تخلي لي وكيل ووكيل فني، شلون يصير؟ زين؟ يعني مشكلة. أنت اليوم والشيء الثاني، القضية المهمة جدا، أنا قلت له أكثر من مرة يعني عن طريق الكثير من الأخوان ودزيت له رسائل، والله فساد المحافظات قد يضاهي لا بل أكثر من فساد الوزارات.